السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة عالم الصيانة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وموضوعنا اليوم يكون أنظمة التحكم في دوائر التبريد. سنتعرف كنبذة أولية عليها ما هي هذه الأنظمة، ونتعرف على أسمائها ووظائفها بشكل مبسط. وأعدكم إن شاء الله أني سأعمل فيديوهات لكل نظام تحكم عملي، إما عن طريق أربطها مع دائرة أو أقوم بشرحها بشرح مفصل لكل نظام تحكم، طريقة صيانته، طريقة تركيبه، طريقة طلبه، كيف يتم اختياره عن طريق حسابات الساعات التبريدية. وإلى الفيديو. أنظمة التحكم في دوائر التبريد. تنقسم أنظمة التحكم في دوائر التبريد إلى ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى، هذه المجموعة تختص بالتحكم وضبط معدل مرور وسيط التبريد من المكثف عند الضغط المرتفع إلى المبخر عند الضغط المنخفض. المجموعة الثانية، هذه المجموعة تختص بالتحكم في درجة حرارة حيز المبخر وكذلك غرفة التبريد أو التجميد. المجموعة الثالثة، هذه المجموعة تختص بالتحكم والحفاظ على سلامة الضاغط والمحرك الكهربائي من التلف عند انخفاض أو ارتفاع الجهد الكهربائي لدائرة التبريد. وهناك بعض الوسائل للتحكم وحماية دورة التبريد بصفة عامة من الأخطار والحصول على أداء أفضل، ومن هذه الوسائل أجهزة الحماية الكهربائية، القواطع تستخدم لحماية الضاغط من أي زيادة في التيار، مفتاح تشغيل يعمل على توصيل دائرة التحكم، مفتاح إيقاف يعمل على فصل دائرة التحكم، المفتاح الكهرومغناطيسي يستخدم في وصل وفصل دائرة القدرة وكذلك دائرة التحكم، قاطع الحمل الزائد يستخدم لحماية المحركات من أي زيادة في شدة التيار، المؤقت الزمني هناك أنواع كثيرة تستخدم في أنظمة التكييف والتبريد، تستخدم في إذابة الصقيع وكذلك تشغيل أو إيقاف منظومة عند زمن معين، الصمام الكهرومغناطيسي يعمل على حجز الفريوم بحيث يسحب الضاغط كمية مركب التبريد من المبخر، وهذه العملية تسمى البامب داون، فاصلات الضغط العالي والمنخفض تستعمل للوقاية من الانخفاض الكبير في ضغط السحب أو الارتفاع الزائد في ضغط الطرد للضاغط، وكذلك تستعمل في بعض الحالات لبدء التقويم أو إيقاف الضواغط ومراوح المكثفات التي تعمل التبريد عن طريق المراوح، فاصل ضغط زيت التزييت تستعمل كمفاتيح للوقاية من انخفاض زيت تزييت الضاغط، وهذا الفيديو تم شرحه في فيديو سابق، سيتم وضع رابط هذا الفيديو أسفل الفيديو، مراقب زيت التزييت الإلكتروني تستعمل كمفاتيح للوقاية من انخفاض زيت تزييت الضاغط، وكذلك هذا الفيديو تم شرحه في فيديو سابق وسيتم
طرح رابط هذا الفيديو أسفل الفيديو. الترمستور يستخدم لحماية محرك الضغط من الارتفاع الزائد في درجة حرارته وكذلك من التيار الزائد. أجهزة الحماية الميكانيكية: 1. خزان السائل، يستخدم لضمان خروج سائل فقط لصمام التمدد، وكذلك يعمل على تجميع السائل الزائد عند الحاجة عند بعض الأحمال، وكذلك يستخدم كخزان لتفريغ الوحدة أثناء عملية الصيانة. المرشحات أو المجففات: تستخدم للوقاية من الرطوبة والأحماض وكذلك مواد التلوث التي قد تكون موجودة داخل دائرة التبريد. زجاجة البيان: تستخدم زجاجات البيان ليستدل بها على 1. حالة مركب التبريد داخل خط السائل بدائرة التبريد، 2. كمية الرطوبة الموجودة بوسيط التبريد. فاصل الزيت يستخدم في التقليل من كمية الزيت التي يحملها غاز التبريد في خط الطرد بسبب ارتفاع درجة حرارة الغاز أثناء شوط الانضغاط في الضواغط الترددية. مصيدة الزيت تعمل على اصطياد قطرات الزيت الهاربة. المبادل الحراري يستخدم لتغيير درجة حرارة وسيط التبريد. ماص الاهتزاز يعمل على امتصاص الذبذبات والاهتزازات وخفض الصوت. المجمع يستخدم لضمان رجوع وسيط التبريد إلى الضاغط بحالة غاز فقط. منظمات صندوق المرفق تم شرحها في فيديو سابق، وتم وضع رابط الفيديو في أسفل الفيديو في خانة الوصف. منظمات ضغط المبخر وكذلك هذا تم شرحه في فيديو سابق. منظمات الضغط العالي تم شرحها في فيديو سابق والرابط أسفل الفيديو. منظمات السعة: تستعمل منظمات السعة لجعل سعة الضاغط تناسب حمل المبخر. صمامات عدم الرجوع يستخدم في دوائر التبريد متعددة الضواغط أو المبخرات ليعمل على مرور مركب وسيط التبريد باتجاه واحد فقط أثناء توقف أحد الضواغط أو المبخرات عن العمل. إذا أعجبكم هذا الفيديو يرجى التعليق على هذا الفيديو واختيار الجهاز الذي سيتم شرحه عملياً، والاختيار عليكم مشاهدين قناة عالم الصيانة الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.